أسعد الله مساءكم بالخير مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الوطن يوم. بإذن الله مشاهدينا الكرام سأكون معكم في برنامج الوطن، وخلال 30 دقيقة سوف نستعرض ونناقش أهم المواضيع في السعودية. مشاهدينا، أهم مواضيع برنامج الوطن اليوم التي سوف نناقشها معا: صفقات تكنولوجية ضمن زيارة محمد بن سلمان لسان فرانسيسكو، السعودية تتيح زيادة الاستثمارات الأجنبية في تجارة الجملة والتجزئة، والسعودية نجاح عملية نقل أعضاء من طفل متوفى دماغيا. ما هي أهم أخبار المملكة العربية السعودية لهذا اليوم؟ محمد بن سلمان يلتقي رؤساء شركات عسكرية بواشنطن، وخمس محفزات لعمل السعوديات بمجال المبيعات، تحرير 143 شارعا معتدى عليه بجدة. حياكم الله. حث وزير الخارجية السعودية عادل جبير واشنطن على القيام بعمل عسكري ضد نظام الأسد في سوريا، وأضاف الجبير في تصريح من السفارة السعودية أن المملكة دعت الولايات المتحدة مرارا إلى توجيه ضربة جوية وتبني سياسة قوية تشمل كذلك إقامة مناطق آمنة ومناطق حظر طيران في سوريا، وكذلك مناطق حظر على مركبات النظام السكرية أو العسكرية. وأشار الوزير السعودي إلى أن بلاده أرادت تسليح المعارضة المعتدلة بصواريخ أرض جو، وكررت عرضها بنشر قوات سعودية خاصة في أي عملية تقودها الولايات المتحدة. أعلن عبد الله المعلمي سفير السعودية في الأمم المتحدة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء القادم، وذلك بعد أن أثارت المنظمة الدولية حفيظة الرياض بإدراج التحالف الذي تقوده السعودية لفترة وجيزة على قائمة انتهاكات في اليمن. جذبت رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 الذي انبثق عنها جذبت اهتمام الحكومة الأمريكية ورجال الاقتصاد والمال والشركات العملاقة بعد تعرفهم على تفاصيلها الاستراتيجية. من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال لقائهم بولي ولي العهد في زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية. وأثبتت تلك الزيارة متانة العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ومدى عمق التفاهم الثنائي بين قيادتي البلدين تجاه معالجة العديد من الملفات الإقليمية والدولية، فضلا عن دفع التعاون السعودي الأمريكي نحو مجالات أرحب تؤسس لعهد جديد من العلاقات التي تتحقق فيها المزيد من المنافع المشتركة. وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والتي تمثل محطته الثانية في جولته داخل الولايات المتحدة. وبدأ الأمير محمد جولته في العاصمة واشنطن، حيث التقى الرئيس باراك أوباما ووزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع أشتون كارتر وعددا من المسؤولين الأمريكيين. وتشمل زيارة الأمير محمد بن سلمان لقاءات مع رؤساء كبرى شركات التكنولوجيا والمسؤولين في وادي السيليكون، مقر أكبر شركات التقنية في العالم. وتأتي زيارة ولي العهد الأمير محمد إلى الشركات التكنولوجية الأمريكية في وادي السيليكون بعد أسبوعين من الإعلان عن شراكة سعودية استثمارية بقيمة تجاوزت 3 مليارات و500 مليون دولار في شركة أوبر للتكنولوجيا ومقرها سان فرانسيسكو، وهو ما يمنح المملكة العربية السعودية مقعدا في مجلس إدارة شركة أوبر وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة والمؤسس المشارك لها. ويحتفل راس ياسر الرميان العضو المنتدب للصندوق السعودي يحتل مقعدا في مجلس إدارة شركة أوبر، فيما توقعت عدة مصادر سعودية أن يتم الإعلان عن عدد كبير من الصفقات التكنولوجية بين السعودية والشركات التكنولوجية بوادي سيليكون خلال فترة الزيارة. مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا ومن الرياض الأستاذ سليمان العساف المحلل الاقتصادي.
أهلا ومرحبا بك أستاذ سليمان في برنامج الوطن اليوم. بداية بالحديث عن الاستثمارات المتبادلة ما بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا بداية دعنا نتناول الشراكة السعودية الاستثمارية والتي تجاوزت 3 مليارات قيمتها تجاوزت 3 مليارات و500 مليون دولار في شركة أوبرن للتكنولوجيا. حدثنا عن أهمية هذه الجزئية وأهمية الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ما بين السعودية وأمريكا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين. بالنسبة للصفقة التي قامت صندوق الاستثمارات العامة بالاستحواذ عليها وهي تمثل 3.5 مليار دولار، هي أشبه بباكورة إطلاق الصندوق السيادي السعودي. طبعا كما هو معلوم أن هذه الشركات اللي في سيليكون فالي تسمى سدن ويلث كومبانيز، الشركات سريعه النمو او 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 فينتشر كابيتال، الشركات ذات راس المال المخاطر. الاستثمار بمثل هذه الشركات هو استثمار مغامر. طبعا السعوديه تعودت خلال العقود الماضيه ان تستثمر في السندات الامريكيه او اذن الخزانه او ما شابه، وهي استثمارات امنه ولكنها ذات عائد منخفض جدا. الآن ستدخل منحنى آخر وتجربة جديدة، وهي أن تقوم بتنويع استثماراتها والدخول في هذا العالم الذي نعم لا تنجح جميع الاستثمارات، ولكن الاستثمارات التي تنجح في هذا المجال سيكون عائدها ضخم جدا ويغطي جميع ما تم استثماره وزيادة كذلك إن شاء الله. نعم أستاذ يوسف، وبعد أن أعلنت المملكة عن رؤية المملكة 2030 لاحظنا اهتماما بالغا خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية للاستثمار في المملكة، حدثنا عن هذه الجزئية. طبعا العلاقة السعودية الأمريكية الاقتصادية ليست بالجديدة، فهي مستمرة منذ قرابة 85 عاما عندما بدأت طبعا في تنقيب النفط شركة ستاندرد أويل. هي علاقة مستمرة طويلة جدا. السعودية الآن فتحت أسواقها للاستثمار، وخير مثال الآن الشركة داو كيميكال الأمريكية التي منحت حق العمل في السعودية بنسبة تملك 100%. هذا يفتح المجال للشركات الأمريكية. سمو ولي العهد الآن في أمريكا من أجل أن يقول للشركات الأمريكية السعودية رخصة الاستثمار، نحن نتوسط هذه المنطقة بعدة مزايا، نحن نرحب بكم. قامت السعودية بتعديل كثير من الإجراءات سواء القانونية أو الاستثمار، ولا زال هناك العمل قائما لتعديل كثير من الإجراءات. الشركات الأمريكية لديها خبر تمتد على أكثر من 8 عقود للعمل في السعودية. هناك استثمارات كبيرة جدا للشركات الأمريكية في السعودية، وهي تقارب تقريبا حوالي 45 أو 50 مليار دولار استثمارات أمريكية في السعودية. فالسعودية ليست مكانا جديدا على الأمريكان ليستثمروا فيها أو يكتشفوها. نعم طيب أستاذ سليمان، سؤالي الأخير، يعني كما تكلمت يجب أن يكون هناك تغيير في بعض القوانين في المملكة العربية السعودية، إصلاح البنى التحتية حتى تصبح المملكة فعلا بجاذبة للاستثمار، حدثنا أيضا عن أهمية هذه الجزئية. يا سيدتي، أنا تكلمت كثيرا مع مستثمرين أجانب يرغبون في القدوم مع السعودية أو يسألوني عن الاستثمار في السعودية. السؤال الأول الذي دائما يطرح اللي هو عن regulation، الإجراءات، لأن دائما ما تعق أي استثمار هي الإجراءات المنظمة أو الحاكمة لاستثمار القادم للسعودية أو لأي بلد آخر. عندما يأتي يريد أن يعرف ما هي القوانين التي تحميه، ما هي الإجراءات، كم تستغرق، سهولتها، سهولة العمالة، سهولة حركة الأموال، الضرائب، الشفافية، كل هالأمور هذه تهم المستثمر. متى ما وضعت في بوتقة واحدة وصيغت في صياغة صحيحة وواضحة ستجذب الاستثمارات. في البداية ستجذب استثمارات محددة، ولكن بعدها ستكون هذه الاستثمارات كقائد أو بايونيرز للمستثمرين الآخرين للقدوم إلى البلد والاستثمار. فلا بد من عدة تعديلات سواء على الإجراءات أو البنية التحتية لسهولة اللوجيستكس النقل وأمور أخرى يطول الحديث عنها.
نعم، أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم. من الرياض الأستاذ سليمان العساف المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. أقرت المملكة العربية السعودية ضوابط وشروط تتيح للشركات الأجنبية زيادة استثماراتها في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في خطوة تأتي ضمن خطة التحول الاقتصادي. ويأتي هذا القرار تماشيا مع ما ورد في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي احتوت على التوجه بتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة لجذب العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، بما يسهم في خلق فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع. مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا ومن جدة الدكتور حبيب الله محمد تركستاني، أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي في جامعة الملك سعود. أهلا ومرحبا بك أستاذي. بداية أو دكتور، بداية سؤالي، ما هي المعوقات التي تقف عائقا دون زيادة الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أشكرك على الاستضافة وأرحب بك والمشاهدين الكرام. لا شك أنه أي اقتصاد يعني يمر بالعديد من العوامل التي قد تؤثر فيه إيجابا أو سلبا في سبيل تحقيق أهدافه. فكل المستثمرين يبحثون عن بيئة استثمارية جاذبة لتحقيق أهدافهم الربحية طبعا من خلال الاستثمارات. المملكة العربية السعودية تعتبر طبعا سوق عالمي كبير تستطيع فيه الشركات أن تستثمر أنشطتها بربحية مرتفعة لعدة أسباب طبعا جغرافية واقتصادية ربما يطول الحديث فيه. أما فيما يخص سؤالك الحقيقة بما يخص تجارة التجزئة والجملة والتشريعات الجديدة في السماح للشركات الأجنبية للعمل بكامل صفتها القانونية بحيث أنها تمثل نفسها دون وسيط كما كانت السابق، هذا يعتبر طبعا تنويع في الأنظمة الاستثمارية الجديدة التي تتواكب مع الرؤية الجديدة 2030 والتي طبعا تسير المملكة في تحقيقها قدما نحو تنويع مصادر الدخل القومي وفتح فرص وظيفية للمواطنين السعوديين القادرين على العمل، خاصة وكما تعلمين أنه في أي اقتصاد يعني دائما القطاع التجزئة ونقول عليها المشاريع المتوسطة والصغيرة تمثل 80% من الاقتصاد الكلي، فبالتالي مجمل الوظائف ومجمل رؤوس الأموال تتركز في نشاط التجزئة والجملة، فبالتالي التركيز على هذه الشركات لأن هي أيضا الشركات التي تنمو وتكبر، كل شركة كبيرة هي كانت صغيرة في الأصل ونمت وكبرت، فلذلك هذه الرؤية الحقيقة الجديدة والتوجه سوف يساعد على تدعيم الرؤية الاستراتيجية 2030 وبالتالي أيضا تنعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي في تحقيق الهدف في تنويع مصادر الدخل القومي وفتح فرص الوظيفية وأيضا تنشيط الحركة الاقتصادية بحيث تكون المملكة الحقيقة سوقا قادرا على العمل في رفع مستوى الاقتصاد ورفع مستوى الدخل القومي وأيضا الذي ينعكس على مستوى دخل الفرد بحيث أنه يستطيع أن يحقق الرفاهية للمواطن من خلال هذه الأنشطة. أما بالنسبة للشركات الأجنبية طبعا تعتبر هنالك يعني جاذبية جديدة، بيئة جديدة تستطيع الشركات الأجنبية الدخول إلى الأسواق الأجنبية في ظل هذه التشريعات الجديدة والإجراءات والأنظمة التي طبعا غطت الآن الاستثمار الأجنبي، خاصة أنه نحن سمعنا أنه أول شركة يعني أجنبية رخص لها 100% للعمل في مجال التجارة، وهذه طبعا وهذا مؤشر جديد بالنسبه للشركات الاخرى لكي تقدم للدخول في الاسواق السعوديه لتستفيد من هذه التشريعات الجديده في هذا الاقتصاد الجديد
الذي يتماشى مع رؤية المملكة الجديدة 2030. نعم. حدثنا أيضا عن دور، عندما نتكلم عن زيادة استثمارات أجنبية في المملكة، هذا يعني أكيد ضخ أموال إلى داخل المملكة، وأيضا هيك عن فرص الوظائف الجديدة. حدثنا أيضا عن أهمية ذلك. طبعا دائما الاستثمار الأجنبي يعني له عدة أهداف، يعني يستفيد منه المستثمر الأجنبي وتستفيد منه الدولة المضيفة، طبعا الهوست كونتري. يعني مثلا زي ما تفضلت، يعني المستثمر الأجنبي يدخل برؤوس أموال، إذا نحن نجذب رؤوس أموال أجنبية لضخها في داخل الاقتصاد المحلي، هذه واحدة. اثنين، أيضا الاستثمار الأجنبي يأتي بالتقنية ويأتي بالمعرفة الجديدة، ولا بد أن تكون طبعا المشاريع الداخلة تكون مشاريع نوعية بحيث أنها تثري الاقتصاد المحلي وتحقق له الإنجازات، يعني وتساهم في تطوير الاقتصاد بحيث أنه يستطيع أن يتغير ويتحول ويتقدم إلى الأمام. فهذه أيضا من المزايا التي يمكن أن تتحقق. أيضا توسيع السوق المحلي، يعني من خلال الاستثمارات الأجنبية والدخول إلى الأسواق المحلية، هذا يؤدي يدعم الاقتصاد السوق المحلي ويساهم في تعجيل حركة الدورة الاقتصادية بحيث أنها تتحرك ويكون هناك في نمو داخلي في الاقتصاد الكلي والانعكاس على الاقتصاد الجزئي أيضا في الداخل، وهذا يحقق أيضا الانتعاش الاقتصادي في الداخل واللي هو عكس الركود الاقتصادي، فبالتالي هذا الانتعاش يؤدي إلى جذب أيضا الاستثمارات الأخرى وأيضا تنشيط المشاريع الأخرى المرتبطة بهذا المشروع. يعني أي استثمار أجنبي مثلا يدخل سوف لن يكون وحيدا في تقديم الخدمات، لابد أن يستعين بأيضا شركات أخرى محلية، تستفيد هذه الشركات من وجود هذا الاستثمار الكبير وهذه التقنية الجديدة وهذه الرؤوس الأموال التي دخلت إلى الأسواق المحلية. إذا هنالك العديد من المنافع التي تنعكس على المستثمر الأجنبي وأيضا تنعكس على الاقتصاد المحلي من خلال الاستثمارات الأجنبية التي تأتي للداخل، وهذا اللي بيحصل الآن في العالم كله الحقيقة وليس في المملكة. يعني شركات متعددة الجنسيات منتشرة في جميع أنحاء العالم. الشيء المميز أيضا في الاستثمار الأجنبي ربما أيضا يساهم في خلق سوق تنافسي وكسر الاحتكار الداخلي في كثير من القطاعات، يعني لأنه المستثمر الأجنبي ربما يأتي بعقلية جديدة وبفكر تسويقي متميز، وهذا ينعكس على السوق والمستهلك أيضا الذي يشعر بوجود هنالك طبعا تنوع في طرح السلع والخدمات ويكون عنده خيار أوسع ويكون هنالك في تنافسية في سبيل كسب هذا العميل أو هذا المستهلك، وهذا طبعا هو ديدن أي اقتصاد أن تحقق الرفاهية للمواطن أو المقيم في أي مجتمع حتى يكون هنالك اقتصادا ينعكس إيجابا على جميع المجتمع. نعم، أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم من جدة، دكتور حبيب الله محمد تركستاني، أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير ونواصل بعده برنامجنا، ولكن مشاهدينا بداية قبل أن نذهب إلى هذا الفاصل دعونا نلقي نظرة على أهم الأخبار المحلية في المملكة لهذا اليوم. 24 ألف سلة غذائية و48 طنا من التمور لمتضرري تعز. انطلاق ملتقى شباب أعمال مكة بفكر القرن 21 اليوم. إنجاز 20 وحدة سكنية اقتصادية في 5 أشهر. يطلق جمعية للإسكان الخيري. حياكم الله من جديد.
أجرى الفريق الطبي بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء أمس عملية نقل أعضاء من طفل متوفى دماغيا بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة. يبلغ طفل من العمر 4 أشهر تعرض لحادث مروري نتج عنه إصابة بليغة في الرأس مع كسر بالجمجمة ونزيف حاد بالدماغ، أدخل على إثرها المستشفى وتم تنويمه بالعناية المركزة للأطفال بالمستشفى بعد تبرع ذويه رسميا بأعضائه. أقام الفريق الطبي بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء المكون من رئيس الفريق استشاري جراحة الكبد والجهاز الهضمي الدكتور أحمد الجوهري، واستشاري جراحة كلى الدكتور علاء أبو يوسف، وطاقم طبي من مستشفى الملك عبد العزيز، بعد تجهيز الإمكانيات اللازمة بعمليات النقل التي احتوت على الكليتين والكبد والأوعية الدموية. وأوضح الدكتور الجوهري أن العملية تعد الأولى على مستوى الشرق الأوسط للتبرع بالأعضاء للطفل يبلغ عمره 4 أشهر، مشيرا إلى أنه قد صاحب العملية صعوبات كبيرة وتحديات نظرا لصغر حجم الأعضاء والأوعية الدموية، حيث أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة وعمل التخطيط الدماغي للمريض أثبتت وفاة المريض دماغيا. ومن مبدأ التعاون الدائم بين المركز والمستشفيات تم إبلاغ المركز بوجود حالة متوفاة دماغيا، وذلك بعد التأكد من ذلك بعمل الفحوص والتحاليل اللازمة. مشاهدينا، التعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا ومن الخبراء الدكتور كامل محمد السلامة، الأمين العام للجمعية السعودية لتنشيط زراعة الأعضاء. أهلا ومرحبا بك دكتور كامل. بداية، عندما نتحدث اليوم عن عملية، هذه العملية أجريت في المملكة العربية السعودية وتعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، حدثنا عن هذه العملية بشكل مجمل، وبعد ذلك سوف نتحدث عن تفاصيل مهمة أخرى فيما يتعلق أهمية أو تنشيط زراعة الأعضاء والتبرع بالأعضاء. أولا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، ومبروك على الجميع شهر رمضان المبارك. علينا وعليك دكتور. بالنسبة للعملية اللي ذكرتيها، طبعا عملية زراعة الأعضاء في المملكة العربية السعودية أصبحت من الأمور المتطورة والمتقدمة منذ إنشاء المركز السعودي لزراعة الأعضاء في العاصمة الرياض. جميع ما يدور من حول زراعة الأعضاء في المملكة العربية السعودية يتم بالتنسيق مع المركز، وهذا التنسيق يتم مع جميع المستشفيات اللي تتعاون مع المركز واللي عندها الأطقم المختصة بزراعة الأعضاء والعنايات المركزة، ويكون بيناتهم تواصل وإحصائيات متبادلة، ويكون هناك تبليغ عن أي حالة تكون استوفت جميع الشروط بأنها تكون متوفية دماغيا، فرأسا تدرج في الإحصائيات ويطلع فريق من القسم اللي في الحالة بالتواصل مع ذوي المتوفي، وإذا تمت الموافقة رأسا يبلغ المركز في الرياض، ومن ثم يجهز الفريق للذهاب للمركز اللي في الحالة وإتمام عملية حصد الأعضاء، وبناء على الجدول المسبق الموجودة للمرضى اللي في لوائح على الانتظار يبتدي يوزعوا الأعضاء حسب الترتيب، حتى انه في تنسيق مع دول مجلس التعاون. العملية جدا جدا منظمة وعلى احدث ما يكون من تنسيق للحصول على أعلى مستوى من النجاحات في نقل الأعضاء. نعم، طيب عندما نتحدث دكتور كامل
يعني بداية دعنا ننطلق من هذه العملية وبعد ذلك نتحول إلى بشكل مجمل أو الحديث بالشكل المجمل. عندما نتحدث عن ما قام به أهل الطفل وهو التبرع بأعضاء الطفل وهو يبلغ من العمر فقط 4 أشهر، فعليا حتى نكون صادقين مع أنفسنا، ثقافة التبرع بالأعضاء غير موجودة عندنا. حدثنا عن أهمية أن يكون لدينا ثقافة في هذا الخصوص، يعني بما معناه إنقاذ أرواح تحتاج إلى أعضاء حتى يعني يتم إنقاذ حياتها. سؤال جدا رائع في مكانه، صحيح كلامك. ثقافة التقبل بالتبرع بالأعضاء يحتاج المزيد من الوعي، ولذلك جمعية إيثار اللي هي أنا الأمين العام لها، اللي هي الجمعية السعودية لتنشيط وعي التبرع بالأعضاء، أسست في سنة 2011 ميلاديا، والهدف الرئيسي منها هو نشر الوعي بطريقة صحيحة وسليمة للمجتمع. وكوننا فريق من الفقهاء في الدين الإسلامي، لأنه في عدد كبير من المجتمع يعتقد أنه العملية هذه تتنافى مع تعاليمنا الإسلامية. نعم. والحمد لله هذه كانت جدا خطوة مهمة. نعم. استطعنا من خلال تكوين لجنة اسمها لجنة الشفاعة الحسنة، أعضاءها من العلماء الخيرين اللي يشتغلوا معنا في الجمعية. نعم. ولهم دور كبير في نعم. التفاعل مع ذوي المتوفي. نعم. ويروحوا بنفسهم إلى المستشفى. نعم. ويتقابلون مع أهل المريض بالإضافة إلى الفريق الطبي الموجود، ويشرحوا لهم الأمور الصحيحة وتصحيح المفهومات الخاطئة. نعم، أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم من الخبر الدكتور كامل محمد سلامة، الأمين العام للجمعية السعودية لتنشيط زراعة بالأعضاء. شكرا جزيلا لك، أو لتنشيط زراعة الأعضاء. شكرا جزيلا لك. احتفل مغردون صباح الأحد باليوم العالمي للأب بتغريدات على هاشتاغ يوم الأب. كتبت المغردة سارة: يوم الأب ما يختصر له يوم وبس، إنما عمر إنما حياة. أيضا المغردة رهف آل إبراهيم ذكرت في تغريدتها: يصالحني وجه أبي مع الحياة. أيضا شاركت الكاتبة ديم الفيصل بتغريدة حزينة قالت فيها: لا أحد كالأب، لا أحد يشبهه، فعندما مات أبي ماتت نصف أحلامي معه، كما دفن نصف قلبي بجواره. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم اليومي الوطن يوم. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، الملتقى بإذن الله غدا. مع السلامة.